فين سيدك؟ احترم نفسك يا جدع، ايه سيدك دي؟ بس يلا، انا مش عاجبك ولا ايه؟ كان اتفاقي كان واضح، سيدك يجي ويجيب الفلوس معاه. فلوس؟ ده انت متعشم بزياده قوي. وايه الحوار بالظبط؟ نعمل معايا ايه الجدع ده معلم بدوي؟ زي ما المعلم قال. لازم نجيب العيال دي. دوختنا وراك يا عم ادهم.